نحن حاليا موجودين بمدينة حلب المحاصرة المحررة. طبعا اللي عم نشوفه اليوم بالهدنة اللي أعلن عنها النظام هالثلاث أيام هي مشان المعابر مشان الناس يطلعوا لبرا. اللي عم نشوفه صاير فعلا يعني صاير عند الناس هدنة وعم بيطلعوا بس ما بيطلعوا على المعابر، عم بيطلعوا ليرفعوا عن نفسهم بعد القصف اللي صار بالفترة الزمنية اللي مضت أكثر من أسبوعين ثلاثة أسابيع. عم نشوف إنه هون الأطفال عم يرسموا على الحيطان، عم نشوفهم شلون عم بيلعبوا، عم نشوف المدنية شلون عم بيتمشوا بكل حلب، عم بيغيروا جو، عم بيطلعوا بيشوفوا حياتهم بهالثلاث ايام بدون قصف بدون موت بدون دمار. طبعا عم بيتفرجوا هنا ماشيين بالشارع على الدمار اللي سواه الصواريخ الارتجاجيه واللي سواه القصف الروسي واللي سواه نظام الاسد، ومع ذلك عم بنلاقيهم بهالثلاث ايام هدول لقوا فرصه لحتى يطلعوا ويرفعوا عن نفسهم بعيد عن القصف وبعيد عن كل اللي صار بالفتره اللي مضت. بس موضوع المعابر هارد لك بشار الاسد، وراحت عليك وعلى فكرتك البايخه واللي هي مسرحيه بالاساس. ولا تنسوا تسلمونا على سيادتكم.